بكر زيد كل حاجة حلوة وتعملوا قالوا لي العكس. عندي فكرة لي يعني مرض مش بيء يعني يأثر في الإنسان يزمي عمل ريجيم. نعرفوا أنه راهو عنده برشا مضاعفات مضاعفات على جميع الأعضاء متاع الجسم. معناه وهذا هو علاش استراتيجية متاعنا متاع الصحة في تونس ماشي أساسا نحو تقصي المرض هذايا عند الناس الكل على خاطر هو بطبيعته موجود. معنا افيك بريفالونس نتاع المرض من 20-25% ما بين البوبيلاسيون نتاعنا، وثم جزء كبير ياسر ما يعرفوش روح يحملوا مرضى. نداو منه الانسان يقلل من السكريات بسبور نظام التغذيه نتاعنا احنا وسبور سيرتو سبور كل شيء. ما ياكلوش حلويات، ياكلوا الاصل نتاعنا اللي كنا ناكلوه احنا، يعني ناكلوا نبت الشعيريه الاولى. ندعو الناس الكل اللي بالاخص اللي عندهم عوامل اخرى، الناس اللي عندهم السمنه شويه، الناس اللي عندهم شحم في الدم، الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، خاطر بكل عوامل تاثر على الروق. ما نزيدوش خلطوا عليها السكري.